كأس العالم لكرة القدم استثناء، هو ليس حدثا رياضيا فقط بل هو عالمي بامتياز. لا يهتم بهذه البطولة الرياضيون وعشاق الساحرة المستديرة فحسب، بل العالم بأسره. الإحصاءات الأخيرة تقول إن نحو 5 مليارات سيتابعون المونديال حول العالم. هموم الشعوب ومعاناتها تتنحى جانباً ولن تنتهي حكماً، وصخب السياسة يخفت أمام هدير جماهير المدرجات، وستنشغل الشعوب بكرة لا يتجاوز وزنها كيلوغراماً واحد. على مدار شهر كامل ينقسم العالم بين منتم إلى هذا المنتخب ومؤيد لذاك. وسائل الإعلام غير المتخصصة في الرياضة تعطي حيزاً واسعاً لتغطية أخبار النجوم وكواليسهم، وتتفنن في نقل الصورة خارج إطار المستطيل الأخضر. الميادين ستكون حاضرة في أول مونديال بضيافة الشرق الأوسط وفي بلد عربي. فريقنا سيكون على أرض المونديال، وقد انطلقت طلائع موفدينا قبل 5 أيام من العرس في أفضل إعداد ممكن. لقد قمنا بكل شيء لنكون معكم، فكونوا معنا.